موضوعها مكلكع كده ليه؟ والله ما انا عارف، رغم غباوتها انا عندي احساس انها لازم تكون مظلومه، مش عارف ليه. انتوا دورتوا في حاجه الراجل ده اللي اسمه عم صالح؟ انا ادور ليه؟ ابنه اللي بيدور، انا مالي؟ يا بني ادم انت مش قلت ان ابنه ممكن يساعدك؟ وافرض خلاص، خد ابنه وروحوا عند الراجل ده ودوروا في هدومه، محفظته، ورقه. هي دي كل الحاجات بتاع المرحوم؟ ايوه يا فندم. هي ام ليلى بس في ملحوظه صغيره يا باشا، عطيه معاني وما اسمهاش ليلى. يا هادي الذكاء ده يالا. ايوه كده، ساعدني جاك مصيبه تشيلك. امشي يالا. الصف الاولاني ده يرجع ورا والتاني قدام. يلا نفذها بيه، نفذها قدام. ايوه قدام، بسرعه بسرعه يا اخي. انت انا تعال انصرف. شرف شرف شرف، في حاجه يا باشا؟ مالك يا شعبان؟ ده انا بقول لك الكلمه مرتين وثلاثه وانت مش معايا خالص. مالك النهارده فيك ايه؟ جرى يا جيجي، ما احنا الاثنين قاعدين مع بعض اهو وانا قدامك زي الفل. لازم تعرف طبعي من الاول، انا احب اعيش في سعاده وفرفشه، مفيش مانع يجي لنا شويه هموم في النص نخلص منها اوام اوام ونعيش حياتنا سعدة. قول لي فيك ايه؟ حاضر يا حبيبتي، هقول لك. ويعلم ربنا ان انا ما كنتش عايز اتكلم معاكي عشان ما اضايقكيش، لكن ما باليد حيله. الحسبه اللي انا كنت حاسبها في دماغي برمت مني على الاخر، والقرشين اللي كنت محوشهم بعطروا يمين وشمال ما بين شوية ديون كانوا عليا، والحمد لله سددتهم، ما بين بعض أصحابي اللي كانوا عشمانين فيا واستلفوا مني فلوس، ويا عالم بقى هيردوها ولا لأ. ده غير شوية خسائر هنا شوية خسائر هناك، وفجأة فجأة لقيت الدنيا كلها اتدربكت تحت مني، وما بقتش فاهم حاجة خالص. ياه، كل ده يا حبيبي جواك ومخبي عليا. أيوة حبيبتي، حطي نفسك مكاني. مش سهل عليا طبعًا إن وأنا ببتدي حياتي معاكي أمدلك إيدي وأقول لك إديني أنا محتاج، مع العلم إن المفروض إن أنا أعيشك برنسيسة مش محتاجة أي حاجة خالص. ينفع ده؟ طبعًا ينفع. أيوة إحنا مفيش بينا فرق. ايوه حبيبتي، بس انا كرامتي ما تسمحليش. هو في بينا فرق، قول لي انت محتاج كام؟ حبيبتي ده مبلغ كبير قوي. ولا يهمك، اللي انت عايزه فرفش بقى. حاضر يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك. يا سمير، ما قلتليش ايه رايك في البروكه دي؟ حلوه. يا سمير مالك؟ أنا عايز حق في عملية قطاط على داير مليم ومات الكلام. يا صالح ما تفتح. أهلا يا عم صالح. أنا هقول لك يا باشا على كل حاجة، بس اضمن لي سلامة بنتي. أوعدك إن أنا هعمل كل اللي أقدر عليه. سمير يا باشا. مين سمير ده؟ هو اللي فتح لي عيني على شعبان
وخيانته ليا وخطف بنتي من حضني ورميتي هنا في السجن. سمير هو اللي هيدلك على شعبان يا باشا. معلش يا باشا، انا اسف، انا شفت حاجه انا مصدقها لانه باين في عينيها جدا الصدق، وده نقدر نوصله ازاي؟ ممكن تسكت انت شويه ليلى؟ سمير ده نقدر نوصله ازاي؟ هو جاي لي بكره على الزياره. شكرا يا ليلى، اتفضل انت روح على الزنزانه بتاعتك يا بكير. ايوه يا باشا، وصلها. انت اكتب لي طلب استئناف وانا همضي لك عليه على طول، تقدمه للمحكمه. سمحت يا عباس باشا، انا كنت عامل كده من نفسي لان انا كمحامي مجتهد تفاصيل متعشقه في بعض، وانا كان ليا عتاب بسيط عند سعادتك. اتفضل. حضرتك كلمتني بشكل غير لائق قدام السجينه، لكن انا مش زعلان. صدق ان انا عايزك تزعل، لان لو صوتك عالي شويه احبسك. اطلع بره يلا، انا كل اللي يهمنا قضيه قطعت. حاضر حاضر يلا. حاضر حاضر يا سلطان المساجين، يا سلطان المساجين. مجنون ده ولا ايه؟ ازيك يا بكير؟ اتفضل يا ست لميس هانم، والله ده السجن كلها تنور وربنا. ازيك يا جدو؟ يا بوش يا حبيبتي، وحشتيني. عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه؟ الحمد لله. حد بيزعلك؟ لا. خدامه زعلتك؟ لا. عباس زعلك؟ لا. بكير بيزعلك؟ لا. الطباخ بيزعلك؟ لا. الخدامه زعلتك؟ لا. حد زعلك؟ لا. طب ازعلك انا؟ بس يا حبيبي بتضحك على ايه؟ انت بصي جبت لك ايه حبيبتي؟ يا حبيبتي اهي. ادي شوكولاته؟ شوكولاته؟ فيها زبيب؟ لا، مكسرات. مكسرات؟ ايه المكسرات دي؟ حلوه. ما تتكسرش يعني شوكولاته؟ لا، انت بتحبيها. انا بحبها دي. طيب اسيبكم انا بقى للمشاعر الجميله دي واعمل تفتيش على السجن. قطاطا حاجات اللي على المكتب دي محدش يمد ايده عليه، ده حاجات مهمه، تسرقي حاجه تلعبي في حاجه انا بقول لك. جدو بيهيف. ايوه جدو بيهيف، جدو بيهيف على طول يسكن بيهيف. اتفضل يا باشا. امال ده هو اللي بيسرق كل حاجه يا عباس؟ يلا بكير. ومصعب هو ده؟ عباس عباس بيهيف. مشي 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 مشي. عباس بيهيف. مشي مشي. عامل ايه؟ الحمد لله. ولسك؟ هتسيب البيت للنبوشة. حاولتي كمان يا قطاطا قوي. طب تعالي بقى نقعد هناك. هناك يلا. عشان عايز اوصل احكيلك الحدوتة. يلا يلا. استني. تعالي. بس هتاكليني شوكولاتة؟ اه يلا. استني بقى. براحة براحة يلا. نجمة. يلا. انت فين؟ انا هنا انا هنا يلا. يا قطاطا حرام عليكي بقى. نجمة. يلا يلا. أخش كده؟ أيوه عشان تاكلي الشوكولاتة. يلا. أي 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 بس يلا تعالي. يلا بقى عشان تقولي لي. أيوة. تحكي لي إيه اللي حصل؟ أي براحة براحة. أنت يا قطاطا براحة. حبيبتي يا قطاطا وحشتيني. أنت كمان وحشتيني. يلا بقى احكي لي إيه اللي حصل؟ حصل في إيه؟ اللي حصل في الليمبي. الليمبي؟ يا حبيبي. أهو. جاي لك أهو. جاي وهو معاه الشوكولاته. سيدوني على ملك. انزل انزل انزل، ما تخافش. انزل انزل انزل. ايوه بس سيب نفسك، سيب نفسك سيب نفسك. ايوه بس ما انا مش عارف امسك. سيبني انت. ما سبتك. ايوه متشكرين قوي اخويا، متشكرين قوي. الله يخليك يا لمبي. ايه لمبي؟ لمبي ما انا هنا اهو يا عم هريسه. اعرف فين؟ ما مين اللي ساحبك؟ اصل انا اديلي كام يوم كده بيجيني غيبوبة. أيوة. ما ببقاش عارف اللي ورايا من اللي قدامي. طيب يمكن دايخ أجيب له نبوت العسكر. تجيب له إيه؟ نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ لا والنبي، والنبي عود يا اسمك إيه بقى؟ مش وقته اسمك إيه والكوارع اللي منزقة إيدك دي؟ إهدي منها شوية. آه. إيه؟ عاجبك كده؟ عاجبك؟ أنا فعلاً. أيوة. محتاج لواحد من نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ تصدق إن أنا غلطان إن أنا بتدخل في العيلة دي؟ يا سلام. هيرجعني الذكريات الجميلة أنا وصلاح. أنت صلاح؟ صلاح مين؟ ستك. ست اسمها صلاح؟ ليه؟ وأنت كنت متجوز أحد العسكر ولا إيه؟ أصلها كانت وحيدة على سبع بنات. وحيدة؟ يا ست الراجل ده بيخرف ولا إيه؟ وحيدة على سبع بنات إزاي؟ لأنها ما كانتش حلوة أوي زيهم. أيوه. فكانوا خايفين عليها من التلف. من التلف ولا من الحسد؟
اكيد خايفين من الحسد صح؟ ايوه. طب وسبعة تنين راحوا فين؟ تلفوا. تلفوا طبعا، فخفتوا عليها فسميتوها صلاح. يا سلام. ايوه. كنا نقعد تحت الشجرة اللي ورانا دي. يا عم شجرة ايه ده؟ عرش موجود عندك، عرش اهو. قبل العرش ده ايوه كان في شجرة وكان جنبيها ذكر بط لسه سايبينه لحد دلوقتي. ذكر وذكر بط؟ ماشي 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 خلاص يا عم هريسة. ايوه بعدين كان شاهد على حبنا ذكر البط صح؟ آه. ايوه هي تحدفني بنبوت. أيوة. وانا احدفها بنبوت. سلام. ونقعد طول الليل نضرب بعض بالنبابيك ونقوم الصبح دمنا سايح. هو ده الحب الحقيقي. يا سلام يا عم محمد يا فؤاد. لمبي. ايوه لمبي لفني. الفك فين؟ في سجارة؟ لفني ناحية العرش. حاضر. يا مملوك هضبة، يا رجال المملوك هضبة، هريسة أبو الليف في النزع الأخير، واللمبي جوز السلطانة شجرة الرز مهتم بأمره. ترى يا رجالة احنا هنسيب هريسة يموت كده بسهولة بعد ما فلسنا وخد فلوسنا من غير ما نعرف مكان الكنز فين؟ أنا عندي فكرة يا أبو هندمي. قول. أنا حاسس إنك هتقول لنا حل. احنا نروح كلنا كده بصحبة السيد هضبة ونفاجئ هريسة ونكتم على نفسه لحد ما يقول لنا مكان الكنز فين. الراجل بيقول لك بيموت بيموت، هنهب فيها اكتر من كده يا بختي. الله، وهنعمل ايه دلوقتي يا سيد هضبة؟ الله الله يخرب بيتك. اهدى يا مسرور، انا عندي الحل. ايه هو؟ اكيد يا اخوانا هريسه قبل ما يموت ويتفلسف من الدنيا هيقول برضه مكان الكنز للمبي جوز الست السلطانه شجره الرز. يا سلام يا سلام يا سيد هضبة، والله كلامك احلى من لقمه القاضي يا سيد هضبه. يا سلام، كلامك لوز مقشر. يبقى المفروض يا رجاله نراقب الليمبي دوت على طراطيف ايدينا من غير ما يشعر بينا خالص لغايه ما نعرف مكان الكنز فين، وساعتها اخده لوحدي. ايه قصدي يعني اخده لوحدي وارجع نقسمه على بعضينا بالتساوي. الله الله، كلامك احلى من ام علي. كلامك مكسرات. يبقى على بركه الله، مين بقى رجالة اللي المفروض نراقبه من غير ما يشعر بينا بتاتا؟ الليمبي جوز السلطان. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي جوز السلطان. يلا بينا يا رجالة. على فين؟ الله يخرب بيوتكم، انا بقول ايه من الصبح؟ على هريسة نتصنط عليه وهو بيقول سر الكنز للنبي جوز السلطان. يا نبي جوز السلطان. يا نبي جوز السلطان. قول لي بقى والنبي. لمبي ايوه قرب مني. حاضر. قرب كمان. نعم قرب كمان يا بخيل. انت عايز ايه مني؟ انت عايز ايه مني؟ الوضع ده مش حلو. قول لي الكنز فين وما تزننيش وما تستغلش الفرصة. اديني ودن. اديك ودن؟ اديني ودن. لا ودن ايه؟ علامة مكان الكنز. كنز؟ اه اهو انزل انزل يا جدو، انزل في امان الله. تعالي بقى يقول لك ذكر بط. فين انا؟ فين الأمير طول
تربان. الأمير الأمير تربان مات. وأين الأميرة شجرة الرز؟ في الكشري. خلاص ماتت أخرى. قعدوا يضربوها بالبباقيب لحد ما حذفوها من فوق اللي ماتت. وأين الأمير عمر الدين خشاف؟ كل سنة وأنت طيب بقى. اتلهف على المائدة ما تراخر برضك. نحن نرفض هذا الكلام. ترفض إيه؟ أنت تقدر تبودأ؟ إذا أردتم أن تسلموا سلموا تسلموا، تنعموا بالغذاء والراحة والأمان، تدفعون الفدية ذهبا. مفتاح كنز عيسى معلم. أما إذا لم تدفعوا فسوف نسحق نساءكم ونستبيح أطفالكم. اتدعوهم شالنبي، دول كذابين كذابين. أي بلد بيمسكوها بيخربوها بياكلوا خيرها، ما بيعملوش أي مصلحة للشعب. طبعا خرفان بتاكل أي حاجة قدامها، خضرة ناشف يابس أي حاجة بتاكلها. خرفان ماء ماء. هذه رسالة التتار، أريد ردكم. ده ابنك ده ولا إيه؟ ابنك ولفه ولا إيه ده؟ ده إيه دي؟ خد الرسالة أهو، إحنا موافقين. فين؟ لا استنى بس يا عم أنت، استنى يا عم يعني حماسة صور وخلاص. الله، أنت بتبوظ دماغك ليه؟ ده كان الخروف الكبير أهو بتاعهم واقف وبيديك الحاجات بتقول لك الشعر، هياكل وهيشرب وهيتملح، هيبقى قاعد بقى أنت مش كده يا ست السلطانة؟ أيوه أهو شفت بنتها ردت عليا من جوه. هي بص طالما أنتم ملتزمين بالكلام ده خلاص، إحنا بقى الشعب ياكل وينعم بقى. يا إيه الكلام اللي بتقوله ده يا لمبي؟ يا عم اللي أنا بقوله ده صح؟ ما ينفعش. هينفع أي مجاعة في البلد هتحصل؟ الخرفان على قفا من الشيل هيتباح لك أي خروف من الوافين دول، والناس تاكل بقى وتعطل بقى وكل سنة وأنت طيب بقى. ما ينفعش يا لمبي، لازم نحاربهم نبيدهم. تبيد مين؟ دول يتاكلوا مش يتبادوا. امسك بص اقول لك على حاجه، انت تصرف، انت شكلك قائد عظيم. انا هستاذن حضرتك مش خاطر، انا عندي ميتنج دلوقتي. اوكي؟ يلا بينا يا عم. يلا. يلا يا ريت تجري. اجري يلا. يلا. اوف 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 بقى. وقف بقى خلينا نركز بقى. ايه اللي دي فيه؟ احنا بنهرب دلوقتي. طب يلا بينا. يلا بينا ما تقعديش تقولي فيه ومش فيه حاجة. يا فاكر يا مان. يلا انت النوتة. يلا خلاص. استنى هنا استنى استنى استنى. باب الكنز. بص بقى بص بقى زنوتة. بص يا زنوتة يا حبيبتي، دلوقتي هما هيجوا يخطفوكي، انت تعتلي العرش وحكومي بالعدل واسترجلي شوية في ال العرش. العرش من غيرك ما يسواش يا لمبي. ما انت بتقولي ده ما ينفعش خالص في الحكم على مصر. الصوت ده يحكم مدرسة ثانية يا بنات، فاسترجلي كده وخليكي جنب راس هما. ها هو لمبي. ها لمبي ما تسيبنيش يا لمبي، ما تسيبنيش. تعالى تعالى يا بنت، اوعي تعملي وانت بتحكمي تعملي كده. انا بحبك انا بحبك والله. بص هحطك في بقك. يلا خلي بالك من نفسك. يا رب ما بلاقي نفسي عند الفراعنه. يا رب. انا سامع صوت كركره وميه وشيشه. ناس قاعده بتشيش. أمور خواجة، هو البحر ده بحر اليونان ولا مرسيليك؟ أيوه يا جدعان، واضح إن الحجرين تقال، إحنا في اسكندرية يا جدع. لا والنبي إحنا في اسكندرية؟ اسكندرية يا مرايا. اسكندرية يعني بيني وبين السيدة زينب ساعة ونص بالدجون سبع راكب، وآخد الكنز وأقلع بقى. إيه اللبس اللي أنت لابسه ده؟ أبني كان عندي زف البحر إمبارح. أنا برضه بقول الحجرين تقال. جمبري يا
يالي يا ست داية، يالي يا ست فتيسي. يا ابو شلبايه فين النسوين اللي وعدتنا بيهم؟ دلوقتي هلو. جندري 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 جندري. ايوه يا اخويا، احنا سمعنا ان جايلك رحله من مصر. دلوقتي هلو، اجيب كرسي شمسيه. شكرين يا اخويا. هيو على تقل دمك. جت يا فتيسي. مين الولد الغريب اللي بيصطاد عندنا ده؟ مين الولد هو جاي يصطاد عندنا في حتتنا ليه؟ ايوه حق صحيح، جاي يصطاد في مكاننا ليه؟ انت ولا مشي من اليمه دي. الله، امشي من اليمه دي ليه يا عم الحاج؟ انا واقف هنا فرض الحكومه. لا يا عم الحاج يا خفيف، دي مش ارض الحكومه، دي بحر. ايوه برضك بحر الحكومه، ولا عندك حاجه اعملها بقى يا عم الحاج. هو الواد ما فيش حد مانع عينه ولا ده انا اللي عامل فيها فلطه قوي. ماشي يا ولا، ما تلم نفسك بدل ما تزفر الرمله بدمك. الله بتعمل اللي انت اللي انت ناور فيهم يعني؟ يا ابني من هنا. ايه يا ضياء؟ ايه يا ضياء يا انت متعسى يا راجل ولا ايه؟ بقول لك نزل ايدك بدل ما نعملوها معاك. اعملوها جنب الحيطه احسن يا ياض. يلا قدامك ايه؟ لا مش كل واحد يجي يعمل علينا رئيس، كفايه علينا واحد. على قولك الولد ده بيفكرني بمعلم سنجاري، كان جاي كلب لحد ما كبر دلوقتي بقى رئيسنا. بينا بينا عكشينا على رئيس سنجاري. طب انا ما عايز الا انت بقى. بينا يا رجال اوعى ما تزيدني. انت ده مشكلين يا معلم سنجاري على اللبس اللمبوطي ده. مش احسن من الكومبين اللي كنت لابسه؟ انت ايه ده شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى، استنى انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى، انا اللي هحكي القصه من الطقطق لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر، دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لانهم قالوا على سعادتك انك انت الرئيس سنجاري كلب. الرئيس سنجاري كلب وفضل يستحلب ويتدحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى رئيس المركبيه هنا، بس احنا لازم ايه؟ نعمل ثروه ونرجعه كلب. ايه الكلام ده يا رجاله؟ الولد ده بيقوم علينا يا رجاله، هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح. انت بتسمني يلا نبو المصحف يا معلم سناره. انا ما شتمتش حد، هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف اللي بالسيده زينب. والله الولد ده شكله نقطه، هو ده اللي بندوره عليه. انا مستغربك يا عبده، الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم، بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا يا اخويا. والله العظيم انا بريء، والله العظيم ثلاثة. بس يا رجالة، أنا عرفت الولد مين. الحمد لله أهو، ربنا يبارك لك يا رب. الولد ده اللي حرق مركب أبو عصلية أول امبارح. الله يخرب بيت أمي اللي جابك ورا ظهري. يبقى اللي ودوك كراكون. يا عم أنت ما تتكلمش خالص أنت بقى. نزل إيدك يا ولد. أخي عبك إيدك بقى. الله. يلا بينا على كراكون يا رجالة. الله أمك ما عايزة أبنى أنت بقى. يلا يا حسن. ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم والمصحف انت اللي بتعمل ايه يا عم؟ والنبي يا عم انا مش زينب والمصحف، انا مش زينب زينب. ايوه يا جدعان ما تخافش يا جدع، لو انت مصدوم انا هطلعك. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ بيقول لك هو اللي حرق مركبه بعسليه. اصلا مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش، خدلت ايدي. الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيء علينا. يا عم بس ما تقول حاجه لله بقى. الولد على حق. اهو والنبي على حق، سيبني بقى. اصلا مش من هنا ومن السيده زينب، وجاي غلط، في مفتاح وفي باب فبخش، وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسه. الولد ده شكله صابي ورد سجون. يا عم ما تقول كلمه لله يا اخي. الولد على حق. على حق بقى يا دي. امشي خدلت ايدي. يا عم انا مش عايز اخش جوه ولا حاجه. انت خدت على ايدي. يا ولد دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب، انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي، اخدته فعلا، اخدته. ده دواء التشنجات سعادتك. انا ما اخدتوش ده.
مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبة اللي كانت قاعدة على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام بنظام أعصابك يا فندم أعصابك. خلاص يا غريب بنظام احكولي ايه اللي حصل؟ ولا ده ولا حاجة ما تعملش ولا انت ما تغلس؟ امنع الكلام وإلا قسما بالله أهو. حاضر يا باشا حاضر يا باشا حاضر. بنظام احكولي الولد ده هو اللي حرق مركب ابو عسليه. يا عم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. اه شفت بقى على حق والنبي يا غلبان امال ليا في اي حاجه؟ انا مش سايبها زينب اصلا والله وبعمل طعميه. امنع كلام. انا مش زينب والله. امنع كلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش والمصحف والله ما بستلطفك. ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط. وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والله. لا كده المسألة وضحت على الآخر. فضولي بقى المكان ده كله. غريب فضيلي القاعة. شو الدم يلا بره. باخد اقف مكانك اثبت جوه كما كنت كما كنت. لا هو مش طب ولا لا كما كنت ودخل لا 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 ما عملت حاجة رب العزة ولا ما عملت حاجة بس محدش يخش اثبت. حاضر اقعد. حاضر اثبت. حاضر لما اقعد. حاضر اتفضل اتفضل تعالى اقعد. حاضر استناك كتير. لا نقعد. ولا ولا قوم اقعد ما نهزر اقعد. حاضر اثبت مكانك. حاضر كما كنت. حاضر اقعد اقعد. حاضر ده احلى ده في سفنك كتير في سفنك احلى. ايوه صوت الباشا انا مش من هنا. انا اصلا من سيده زينب وراجل بعمل طعميه وعلى باب الله. بدنا انت مش واخد بال حضرتك. انا اصلا جاي من عند الكفار وكان في فتحه بالمفتاح وفتحت باب ونازل من عند التراب. استنى نعم. انت كنت جاي من عند مين؟ انا كنت نازل في المقبره انا وبسبوسه وبعدين فتحت الباب فجاه لقيت نفسي في قلب السحره وعند ناس كفار. في قلب ايه؟ في قلب السحرة. احلى خمسين لحبايبنا اللي حارسين المينا. جرايا يا عمنا ما قلتلناش الولد الليمبي ده ميته ايه؟ حلوه ولا حادقه؟ الولد ايه؟ اشرب ميه طازي ما عملوش حاجه. اشتغل عليك يدوم الواجب ابو الشنبان. انت تؤمر يا حليم. من عينيا من عينيا. بس انت عارف ان الحال ضيق بس انا هتصرف. ولا يهمك قريبه ولا بعيده يا جدع رقبتي. ماشي يا حليم. طلع قشر بياض ملوش في أي حاجة. براو عليك يا واد حليمه. خلي بالك الولد ده يخصني. بقول لك إيه يا حليمه؟ هو خارج إمتى؟ في ديلي على طول. الله أمال هو فين؟ ما تلخبطوش يا عبده. قصدك ديلي ولا الولد الليمبي؟ يا عم قصدي الليمبي. جاوبه جاوبه. بقول لك إيه؟ ما تاخدنيش في ربع ونص وتقول لي ديلك، فين الحلاوة يا عم عبده؟ من عينيا. بس زي ما انت شايف الحال ضيق شويه دلوقتي بس انا هتصرف. بقول لك يا حليمه انت تطلع على البوزه دلوقتي تقربع على قد ما تقدر والحساب عندي. يا دوب الواجب ابو بديعه او النبي احسن الواحد على لحم دماغه من امبارح. بطن لحم دماغك على قد ما تقدر يا عم. يلا يا دوب ابو بديعه يا دوب رجاله. بقول لك ايه؟ ايه الولا حليمه ده لازم نقتله. يا عم ده ولا غلبان. أنا هستناك في الحنطور. الله ما حد عايز القتل غيرك. وأنت كمان يا أبو وديعة لازم نقتلوك. بس بقى فأنا إيه لما حصل إن أنا بقى خرجت من عند فتحية وجريت
والعموم داخلين ولا عند الباب وقلنا كان الباب ده وجه منين؟ فخرجت الناحيه التانية قابلت مين بقى؟ قابلت شجرة الرز اللي هي بيقولوا عليها شجرة الضر، بس هي كانت مستنقرة زهر في الشخصية هناك عندهم في البلد من كده، فانت بس عرفت. وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا، رحت داخل على من عصر دمشواك على هناك عندهم في قلب هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعه عشان ما حدش يزعجنا في القعده الخلويه اللي احنا قاعدين فيها دي. غريب غريب. تمام يا فندم. مسكوا الواد اللي حرق مركب ابو عسليه، والولد ده بريء. شفت بقى؟ انا والله ما انا بقول لك انا بريء، انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. يا سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. لا خلاص غريب، خد انت القرار عشان انا منهار. يلا قوم قدامي. قوم ايه؟ قوم امشي قدامي. على النعمه ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي. ما هو قال لك اهو. والله بقى يمين بالله ثلاثه انا ما اسمع الكلمه دي الا من سعادتك بقى. ايه الراي بقى؟ عليا الطلاق بنت ثلاثه. ناخد الكلمه دي منك انت وتقول لي اطلع بره دلوقتي. ده انت غالي علينا يا باشا. خلاص امشي امشي وما اشوفش وشك تاني. حبيبي حقك عليا. فرصة سعيدة جدا. ألف سلامة. الله يخليك، مبسوط إن أنا خدت إفراج على إيدك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. عايز حاجة؟ ربنا يخليك. ربنا يشفيك.